الحمد لله مبروك. اليوم يتوج الفريق النسوي لنادي الوداد الرياضي بهذا اللقب ديال النهائي ديال بمناسبه عيد العرش المجيد، وهذه مناسبه عزيزه على جميع المغاربه، وفي يومين فيهم حدثين كبيرين تهما عزيزين على المغاربه، اللي هو ثوره الملك والشعب وعيد الشباب. اذا الحمد لله بعد يعني مسلسل من الاقصائيات بقى في الاخير نادي النصر ديال سيدي مومان ونادي الوداد الرياضي، ولله الحمد ان الفتيات ديال نادي الوداد الرياضي ابنا على علو كهبهن اليوم، وقاموا بمباراه جيده يعني وحصدوا فيها هدفين ومكنوهم من انهم يحصدوا هذا اللقب وسط حضور جماهيري كبير جدا جاء اليوم من اجل مؤازره الناديين ديالهم. الحضور كذلك نشكر السيد الوالي ديال جهه التربية سطات، السيد عامل عماله مقاطعه عين سبع، السي جودار رئيس العصبه، مجموعه من الفعاليات الجمعويه والسياسيه اللي اليوم جات من اجل يعني هذا العرس ديال افتتاح المركب العربي الزاولي. شكرا للجميع. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.